قبل أن أعطي الكلمة للأخ الفاتحي النشيد الوطني. بسياستها اللاشعبية على البلد إلى وضعية صعبة جدا، وضعية مقلقة سياسيا من خلال التداخل المقصود بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الحزبية، وتفريق دور الأحزاب والنقابات، وتمييع الخطاب السياسي وشيطنة الآخر اقتصاديا. البلاد تسير من جديد لأن تكون رهينة في المؤسسات المالية الدولية. ارتفاع المديونية، ارتفاع البطالة، انخفاض نسبة النمو، تفاقم العجز اجتماعيا، تتراكم الخصاصات الاجتماعية، لا زالت الخصاصات الكبرى في التعليم، في الصحة، في البنيات والموارد البشرية، في التشغيل، في السكن. كذلك لا زالت مظاهر الهشاشة تتسع يوم عن يوم من بطالة وفقر وتشرد وتسول وطفولة وشيخوخة مهملتين. أخواتي إخواني، الحكومة تكره المقالات، تكره المقالات، ولا تريد أن يكون في هذا البلد نقابات جافة ومسؤولة. فقد كانت الحكومة منذ يومها الأول بتشغيل حوار اجتماعي وتقيم دورية الحوار الاجتماعي وعلى تنفيذ الالتزامات السابقة والاستفراد لاتخاذ قرارات مصيرية في حياة الشبيرة المغربية. لقد وقعت الطبقة العاملة منذ فاتح قرش 1996 أربع اتفاقات اجتماعية. اتفاق فاتح قرش 1996، وكان إدريس البصري لا زال يصول مجال ويجول في البلاد. رغم ذلك كان هذا الاتفاق مدخلا لمحسسة الحوار الاجتماعي. وقعنا اتفاقا ثانيا في عهد حكومة التناوب يوم 23 ابريل 2000، ووقعنا اتفاقا ثالثا مع حكومة إدريس جنطو 30 ابريل 2003 ومحضر 28 يناير 2004، واتفاق 26 ابريل 2011 في عهد حكومة الأستاذ عفاف الفاسي. هذه الاتفاقات جاءت بتراكمات حقيقية في تحسين الوضعية المادية للشغيرة المغربية، وتحسين وضعية الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالتقاعد والتغطية الصحية، وكذلك فيما يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالترقية الاستثنائية وحد السلالم من واحد إلى أربعة، وإضافة درجة جديدة للترقي والتعويض على العمل في المناطق النائية والصعبة، وكذلك إحداث تعويض عن فقدان الشغل، وكذلك ما يتعلق بحماية الأجراء في القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى من الأجور ومعالجة الاختلالات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إنها رفضت
هذه الحكومة حتى نعرف وتعرف أن حكومة لا تحب الديمقراطية وترفض كل أشكال ممارسة الديمقراطية، رفضت تطبيق مطلبين أساسي مقتضيين أساسيين في اتفاق 29 أبريل 2011 وهو إلغاء الخصم 282 من القانون الجنائي الذي بموجبه يدخل العمال إلى السجن، وكذلك مصادقة المغرب على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية. هذين المقتضيين ما كيكلفوا الحكومة كريان، رغم ذلك رفضت أن تفعلهما وتنفذ هذا الجزء من اتفاق 26 أبريل 2011، وهذا يبين بالملموس أن هذه الحكومة غير مستعدة لتقبل الاختلاف، غير مستعدة لتقبل التعدد، غير مستعدة أن يكون هناك في البلاد من يعارضها. إنها حكومة استبدادية، حكومة تحكمية، حكومة ترى في النقابات عدوا أصليا، لأنه ما دامت النقابات لها تاريخ ولها ارتباط بأحزاب الحركة الوطنية والأحزاب الديمقراطية، ما دامت هذه الأحزاب في المعارضة فبالضرورة أن هذه النقابات في المعارضة، وبالتالي منذ البداية قامت الحكومة بتصنيف النقابات ووضعتها في خانة الأعداء، في خانة الخصوم الذين يجب محاربتهم. انعكست الزيادات في المحروقات على كل شيء، والحكومة تمارس الكذب وتقول أن الأسعار المواد الأساسية لن ترتفع. لذلك تعمل الحكومة من جديد اليوم وفي مشروع قانون المالية إلى زيادات جديدة في المواد الأساسية. مشروع ميزانية 2015 جاء بزيادات قاتلة في المواد الأساسية، زيادات في الرز، زيادات فتاي، زيادات فليباس، زيادات السميدة. والغريب أن الحكومة كانت بزيادة 10% ضريبة المضافة على السكن الاجتماعي 25 مليون. ماذا تريد أيضا هذه الحكومة؟ بالمقابل لم تقم بأي إجراء اجتماعي ولو إجراء واحد لصلاح الطبقة العاملة وصالح الفئات الشعبية، ولم تقم في تواطئ مكشوف مع البطرونة ومع أرباب العمل ومع الميسورين في هذا البلد بأي إجراء تجاه أن يساهم هؤلاء في تكاليف العامة. لذلك لم طرحنا الضريبة على الثروة منذ 2009، وطرحنا الضريبة على الإرث، وطرحنا أنه الميسورين عليهم أن يساهموا في المجهود الوطني، لكن للأسف القانون المالي الرابع والحكومة لا زالت تمارس نفس التصور، وهو أن تضرب في الصميم كل الضعفاء، كل المصفاء، كل الذين على أكتافهم وبعرقهم بنيت هذه البلاد. جاءت أيضا بإجراءات انفرادية فيما يتعلق بالتقاعد. كنا اتفقنا سنة 2004 ضمن حكومة الجشتو على آخر إجراء قياسي يتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، وهو زيزو التضخم قصد الاقتطاعات ديال المنتخب الاقتطاعات ديال الدولة باعتبارها المشغل على مدى 3 سنوات، ولكن في نفس الوقت اتفقنا على تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وهذه اللجنة اشتغلت من خلال اللجنة التقنية ووصلت التصور ديال الإصلاح الشمولي في القطاع العام والقطاع الخاص من خلال صندوق في القطاع العام وصندوق في القطاع الخاص، لكن الحكومة جهلت كل هذا العمل ديال 10 سنوات ديال اللجنة الوطنية واللجنة التقنية، ومشات وفي غياب النقابات وفي عز الصيف ودار مرسوم قانون خرجته الجريدة الرسمية ينجو الشتاكين وتمدد من خلاله تقاعد ديال رجال التربية تحتفظ بالنساء ورجال التعليم إلى غاية انتهاء الموسم الدراسي بدون التشاور لنا عن نقابات ولا مع المعنيين بالأمر ولا مع أي جهة كانت. بعدها حال جوج ديال المشاريع قوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيهم 7 ديال الإجراءات، 7 ديال الإجراءات قاهرة للشغيرة المغربية والموظف المغربي. أولا الإضافة في الاقتطاعات من 10% إلى 14% من 4 أشهر 14 نقطة، جوج يناير 2015 وجوج يناير 2016. كذلك
خصاص نسبة السنوية الاحتزاز المعاش من 2% ل 2%، كذلك بدلات قاعدة احتزاز المعاش من الأجر الأخير إلى أجر معدل أجر 3 سنوات الأخيرة، كذلك الحكومة قهرات الناس من خلال الزيادة في سن التقاعد مباشرة يناير 2015 نمشيو 62 سنة، ومن بعد نوصلوا 65 سنة بإضافة 6 أشهر كل سنة. كذلك الناس اللي كيدوزو في السجن التأديبي ويتعرضوا للعزل حرمتهم وتحرم الحكومة من التقاعد النسبي ديالهم. كذلك التقاعد النسبي اللي كيطلبوه الناس بدل 21 سنة ربطوا الحكومة 26 سنة. كل هاد الإجراءات كلها على حساب المنظمة. إذا وخارج الحوار الاجتماعي وخارج الثقافات وخارج أي حس وطني، ما هذا؟ ما شفت هذا الحكومة نديرو؟ نسو هزو يدينا. والمحافظة وقفة وطنية ضد سياسة الإجهاد على المنتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب المغربي، وقفة ضد سياسة الإجهاد على المنتسبات الشعبية التي حققها الطبقة العاملة. إدراس 22 أكتوبر مدخل لنفرض كمركزية انتقالية وكقيمة وطنية مقاربة جديدة للمسألة الاجتماعية، حوار اجتماعي بشكل جديد وبضوابط مسؤولة، رسالة واضحة إلى 22 إلى كل الأطراف المحافظة داخل الدولة وداخل المجتمع. إذا نقول كلمة واحدة، إرهاب الحكومة لن يرهبنا، إرهاب الحكومة لن يرهبنا. سننقطع عن العمل بشكل جماعي وسنتوجه الى مقراتنا قاداتنا للتداول والتكييف يوم الاضراب. اننا في نقالتينا في الاتحاد العام الشغالي للمغرب والفيدراليه الديمقراطيه للشغل سلالات وطنيين ويهمنا استقرار البلاد. نحن نريد ان نقوم بعمل حضاري تضمنه الديمقراطية. نريد أن نوجه رسائل حضارية إلى كل من يهمه الأمر. لذلك فإضرابنا إضراب مسؤول في إطار الضوابط، وخوفنا على بلادنا خير وأحسن من خوف الحكومة على البلاد، لأن هذه الحكومة لا تخاف على البلاد، حكومة حزب بلا تاريخ يريد أن يمحو التاريخ. لذلك فسنثبت مرة أخرى في محطة 22 أننا قادرون على ممارسة كل أشكال الديمقراطية وعلى الرقي بالعمل النضالي إلى مستويات تحقق لبلادنا أن تكون من بين البلدان التي تمارس الديمقراطية في الشارع وغير الشارع. لذلك فمسؤوليتنا جميعا أن ننجح الإضراب بكل ما أتينا من طاقات، أن نبين للحكومة وغير الحكومة أن الطبقة العاملة المغربية اليوم، أن الشغيل المغربي اليوم واقفة وقفة رجل واحد وامرأة واحدة في مواجهة الاستبداد وفي مواجهة من يريد لبلادنا أن تخطئ موعدها مع التاريخ. وشكرا لكم.